في شركة رائدة في منطقة الخيران هي شركة المهنة، الحين بيبنون منتجع سابع. هذا المنتجع بالذات ما يتطوف، ليش؟ المنتجع هذا اسمه خيران داون تاون، وراح يكون اكبر مركز تجاري في منطقة خيران، يعني في فرص استثمارية، فلوس فلوس، وراح تكون في فنادق 5 نجوم للتملك، شقق فندقية للتملك، المكان فيه ريسبشن، روم سيرفيس للبيت، في دور كامل للنساء ودور كامل حق الرجال. طبعا هذه الشقة تقدر تشتريها على اقساط لمدة 10 سنوات، ولا يقدرون يأجرونها لك بعد ويضمنون عائد 8% شهريا. هذا المنتجع يا جماعة راح تصير فيه محلات ببراندات عالمية كشخة، فأصحاب المنتجع يعطونك فرصة ان انت تدش تدفع وياهم فلوس على بناء وتأسيس هذه المحلات ويردون لك عائد 12%. المشروع ان شاء الله راح يفتح ب 2019 30/6، يعني بعد تقريبا 2 سنين. احنا جبنا لنسي عشان نتعلم ان بدال ما نكفر الناس ندعيهم لديننا، وان اصل العرب هو استضافة الغريب وليس محاربة الكل، وان العلاقات المحرمة تاكلنا وتمنع شبابنا من الزواج وتخليهم يغرقون بالحرام، وزواج المتحابين ستر، وعشان عيالنا يتزوجون لازم يتعلمون من الصغر الاعتماد على نفسهم ويتحملون مسؤولية العيش بروحهم، وان اللي اكبر منا مو شرط افهم منه، ممكن يدمرنا، ممكن يعطونا صورة غير حقيقية عن الواقع، انه ما يهمهم الصح. تدرون شو اللي يهمهم؟ صورتهم قدام المجتمع. عودونا على المجاملة وعلمونا الكذب، وانهم ما لهم ذنب بتعاستنا، هذا ذنب الاعلام، ذنب التكنولوجيا، ولو قلت نبي نتغير حاربوك، يبونك مثلهم متشابهين كالقطيع، وإذا ما قدرت تصير مثلهم البس قناع وعيش باقي عمرك كله مسرحية، تخدع نفسك أنه أنت عايش حياتك، بس أنت بالصدق مو مسموح لك أن أنت تعبر عن أمنياتك. والله يا سبجو أنا واحد ملول، لابس وكاشخ مهندم وتزوجك والديار، والله الريال فنان أدبها بالمصري أساء للمنظر وشكله مو متحضر طالعني أنا لك، أطلع كل أفكاري وأقول لها أسراري وأسألها عن هدية ضبط فيها بنية خلخال، يمثلني الوسط الفني عطني كويتي يلبس خلخال. ثم نتكلم عن جيل الآيفون ما تهدونا إلا لن نمسوح قصص صغير تجتجعي طيب الهمهم أنا شنو ألبس الجوهر فكرة مهجور العب حب الناس ما يفيد بقبرك إرضاهم غاية لا تدرك صريحة واضحة صريحة مليانة تفا وان مدريد لاست ماتش 3-2 ميسي هي وايب ذا جراوند ام ذم ليتس جو ناو فور اندر ذا تيبل. باي باد از جود باي ذا واي. هذا الشخص موجود هنا وعنده طلب. أنا بحبك كثير كثير من هون والضيعة هذيك. الله جابها هيك أخي، نحن أبوي وأبوها مثل الأخوي، دفينا بعض نقل بدعطيك البنية، جابوني وعقدوا عقادة إلو لا بعرفه ولا بيعرفني، إيش بدك أعطيه من هيك؟ وأنا عند الأولاد أحسن من الزلم ومن الأهل ومن الدنيا كلها. والله حبيته وما زعلته ولا زعلته ولا ليش بزعلت من الزعل، الحمد لله ربينا هالولاد. الطيران يضرب والمدفعية تضرب والبواري، وقامت الساعة قامت الساعة، دورنا راحت ولا أولادنا ما ظل حد إلا الشرد. أعزائي المشاهدين أينما كنتم أحييكم وألتقي بالمدرب البرتغالي جوزي مورينيو. جوزي مورينيو أولا
مرحبا بك. مرحبا حياك الله. بادئ ببدء، لقد حققت نتائج كبيرة، فزت ببطولات كثيرة، أيضا تملك أموالا طائلة، ما الذي تريد أن تقوله وأنت الذي نصبت أفضل مدرب في السنوات الماضية؟ والله هذا شيء يخصني. إذن كرة القدم، هل أصبحت بالنسبة لجوزي مورينيو رياضة أم تجارة؟ بصراحة متعة وفلة. ألا ترى بأن الصحافة شر لا بد منه؟ طبعا نعم طبعا. لكن هناك من يقول أيضا بأنك محظوظ في مسيرتك الرياضية، بحيث حققت ألقاب لم يحققها مدربون أفضل منك. من قهرين قاتلهم القهر. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه شوكم، شو الأخبار؟ بارك عليكم الشهر، باركت أنا بتويتر، نسيت أباركني، مبارك قبل أسبوع. شو الصيام وياكم؟ ها؟ صايمين؟ علي معيكم؟ الله يتقبل منكم إن شاء الله، الله يتقبل. المهم يعطيكم ألف عافية. بما أن وايد ناس يقولون أنتم تغيبون وايد، سوار شعيب مو موجودين وكذا، فإحنا لقينا حل وسط، أوكي؟ بننزل لكم شيء بالعيد، تمام؟ هذا الشيء اللي بننزله بالعيد هو فيديو كليب. هذا الفيديو كليب لابد يكون فيه رسالة قوية وواضحة وتعبر عنا احنا كلنا. فاللي بباله شيء له علاقة بقضايا اجتماعية عربية اسلامية ايا كانت، يحط رايه بالتعليق ويعطينا فكرة عشان نترجمها الى فيديو كليب، وما تدري يمكن تعليقك يكون فيديو كليب كامل